السلام عليكم، معكم محمد الديب. ان شاء الله النهارده هنعرف طريقه عمل البسبوسه الاصليه اللي هي بتاعه دمياط بالظبط. اولا قبل ما اتكلم، بتاعه دمياط مش رفيع خالص، للناس اللي بتقول لا البسبوسه سمكه بيبقى تخين بيبقى قصده رفيع. لا هو مش رفيع ماشي، وما بتتعملش بمي بلبن ولا زبادي، بتتعمل بميه سخنه بس. اهم حاجه السمنه البلدي، ما ينفعش زيت، ما ينفعش زبده، ما ينفعش سمنه نباتي، كل ده غلط ماشي. انا عملتها بس عشان الناس اللي قالوا لي اعملها. اول حاجه معانا ايه بقى؟ ده كوبايه ونص، ده كوبايه ونص دقيق سميد ماشي، ناعم ماشي. نص كوبايه ميه سخنه بتطلع دخان قدامكم اهي، نص كوبايه سمنه بلدي، نص كوبايه سكر، معلقتين ايه كبار عسل جلوكوز، رشه لبن بودره ماشي. هنحط الرشه اهي ماشي، قيمة يعني معلقة صغيرة عشان بس تديلها لون مش أكتر، يعني مش حاجة إيه أساسية. وديلها تقليبة كده معاه، اللي عايز يحط جوز هند براحته يحط الكمية اللي هو عاوزها، ملهاش مقدار ماشي. والعسل بيبقى إيه، الشربات بيبقى خفيف، بيبقى هيبقى الشربات بتاعها بس، عشان بس الحتة مش هتكفي اللي أنا أحط مقداره وأنا بعمله على البوتاجاز. هقولكوا الشربات هيبقى كوباية سكر على كوباية ونص مية، وهيسيبه يغلم شوية بس. لما نقول هنعمل الأول، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة تشيل الدقيق ده في جنب. أول حاجة هنحط نص كوباية مية مغلية، عليها السكر ماشي، عليها ايه المعلقتين العسل الجلوكوز. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيبقى ايه، ممكن تستعملوه بعسل نحل عادي ماشي، بس بيبقى تقيل قوي. تاني معلقة ماشي، عسل نحل او شربات تقيل ماشي. هنبدأ بقى ايه نقلب كل دول لحد ما ايه السكر يختفى تماما وعسل الجلوكوز. خلص تقلبه وارجع لكم. يعتبر اتقلب كويس، اهم حاجه بس العسل الجلوكوز يخف ماشي. بس هو السكر في منه معظم كده حبيبات عشان السكر ده يخشن، انما الناعم هيفك معاكم يعني بسرعه مش مشكله. اهم حاجه لما انا قلت يختفي تماما ان يبقى زي الميه كده ماشي، عشان العسل الجلوكوز انتوا كنتوا شايفينه تقيل ايه ازاي ماشي، انما هو بقى زي الميه. هنبدا بعد كده بقى ايه، هنحط نص كوباية السمنة على الدقيق، ما بتحطش بيكنج باودر اهو، وتقلب كويس. لحد ما ايه يشرب كله. وما بتعجنش كتير، لما تتعجن بعد ما تقلب بعد ما تقلب وما عادش فيه حبيبات دي ظاهرة مش معمولة بالسمنة ماشي، هنبدأ ايه هنحط بقى اللي انا قلت عليه متحتاجش تقليب كتير. يعتبر كده ايه اتقلبت في صينية، ده مقاس صينية 26 مدهونة بالسمنة قبل الحلقة طبعا، بتتفتح وبتتقفل. لو ما عندكوش بتتفتح وبتتقفل عادي في اي صينية مش مشكلة. هنبدأ ايه ننزل بقى بالخليط، بيبقى كده كوم ده كده، هنزله بقى كله
بيبقى لا سايب قوي ولا ماسك قوي. وهنعمل ايه كده؟ بصوا ايدي من غير ما اعمل بمعلقه ولا اي حاجه. لازم تتنزع كم نزعه كده عشان ايه الهواء كله اللي فيها يخلص. مش بتتحط في الفرن على طول، لازم ترتاح يجي ربع ساعة، وبعد كده في الربع ساعة دي الفرن يكون شغال على 180 درجة ماشي. ودي من طريقة واحد صاحب محل مشهور قوي في دمياط، لان انا طبعا من دمياط ماشي. لازم الراحة بتاعتها دي بتضمن ان البسبوسة هتطلع ناجحة معاكي، مش هتنفخ معاكي زي العيش، مش هيبقى فيها اي مشكلة. هتتغطى اهي، هتتغطى كده بأي غطا وتتساب ترتاح ربع ساعة. في الربع ساعة ده هنشغل الفرن وهنعمل الشربات في الآخر. بين أنا حطيتها طبعا في الفرن على درجة حرارة 180. بعد كده في حلة على النار هحط كوباية سكر، عشان أنا قلت كوباية سكر وكوباية ونص مية، هنحط إيه عليهم ربع كوباية مية، ونكمل الكوباية وربع لما ايه لما السكر يكرمل. هنبدأ بالهزة على طول. نسيبهم لما ايه لما يكرمل وبالتقليب كده من الحلة كده، محدش يعمل بمعلقة عشان ما يلزقش فيها ماشي. وبعد كده هنحط ايه الكوباية وربع المية الباقيين، لان انا قايل كوباية سكر وكوباية ونص مية ماشي. لما يكرمل هرجع له. طبعا الكرمل اللي تاني اللون الذهبي ما يغمقش عن كده عشان ما يبقاش طعمه محروق، على نار هادية ماشي. ننزل بقى بايه بالكوباية وربع مية. وبالراحة وبمعلقة خشب ونقل. هنقلب بره خالص ماشي، على قد ما ينفعش معلقة معلقة. عشان أول نحاول لو في مثلا حاجة مكتلة نفكها، بيفك معانا بكل سهولة. لو معدن هتعمل، ابص المعلقة طالعة نضيفة ازاي، لو معدن هتشبك فيه، انما بتفك معانا بكل سهولة. ما بتحطش يا جماعة لا ليمون ولا فانيليا ليه؟ عشان لما بتيجي تبات بتغير في الطعم، عشان طبعا الليمون فيه حمض وكده، فبلاش يعني، خلوه كده بطبيعتها يعني. لو حد حابب يحط فانيليا فيحطها في المحتوى بتاع الدقيق. هنسيبها تغلي شوية بقى، ولما البسبوسة تاخد لون من على الجنب بعد ما طلعت من الفرن اهي ماشي. يبقوا بس اتأكدوا، بحط ورقة سلوفان او كده تحتها، او زي ما انتوا فاهمين، او تحتها يكون صينية، لان ورقة السلوفان لما تكون مثلا فيها غلط في الحرارة ماشي، وده الشربات بيكون دافي اهو، ماسكه في ايدي اهو، ماسك الحلة اهو، اهو خفيف مش تقيل. وهننزل كده على بسم الله. بتشرب اهي ما شاء الله. هتتغطى بورقة سلوفان. هنبدأ بقى نغطيها. ماشي، بتخش الفرن وهو مقفول 10 دقايق، ولما تبرد هاجي اقطعها قدامك. اه هي بالظبط يا جماعة، بتاعت بره بالظبط. اللي عاوز يحط مكسرات يحط عادة قبل الفرن. وبصوا ما شاء الله مرمل اهي وجميلة، وطريقة الشربات اللي هو المكرمل ده سهل وجميل، هو اللي بيدي النتيجة دي. نبدأ كده ايه نقطع ونشوف. اهي هنبدأ مثلا نقطع حتة قدامكم كده.
لسه اصلا يعتبر ما بردتش. بصوا مرملة وكل حاجة ومش لازقة، وبصوا كده زي اللي انتم بتجيبوها بالظبط. ايه من بره. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. كان معاكم محمد الديب، وانتظروا باذن الله وصفات جديده وحصريه. انا حبيت اللي انا اقطعه قدامكم وهي يعتبر ما بردتش، ماشي، عشان ايه تشوفوا النتيجه عامله ازاي. بس باذن الله لما هتبرد خالص هتبقى ظابطه عن كده بكتير. انتظروا فيديو.